ننتقل إلى بغداد، وفيديو متداول يظهر حريق كبير يلتهم معمل النجارة في منطقة الصالحية، وفرق الدفاع استمرت بإخماد الحرائق دون معرفة الأسباب. خلونا نتابع. فيديو كهذا لابد أن يحظى بالعديد من التعليقات، إليكم بعضا منها على منصة فيسبوك. علي السراج علق: الخشب هو من المواد الصلبة المساعدة على الحريق، وهنا اللي صار هو تحقق مثلث الحريق، وللأسف صارت خسائر مادية كبيرة. بكل مرة نقول السلامة مهمة بكل مكان وزمان. أما ياسمين محمد علقت: المشكلة ما حد يهتم للوسائل الاحترازية للحرائق والكهرباء، يعني ما يفكر بعد يومين شنو ممكن يصير، أهم شيء هو سوى معمل. سارة حكمة علقت: إن شاء الله ماكو مصابين، هذا أهم شيء، والباقي كله يتعوض. برداً وسلاماً عليكم.